بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية، بركته علينا أمين. انظروا بأي مقدار كتبت إليكم كتابات بيدي. الذين يريدون أن يفتخروا بالجسد، هؤلاء الذين يلزمونكم أن تختتنوا لكي لا يضطهدوا بصليب المسيح فقط، لأن الذين يختتنونهم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، هذا الذي به قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يوافقون هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. وفيما بعد، لا يزد أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم يا إخوتي. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير، الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح، ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لأنه من أجل هذا الخلاص قد طلب الأنبياء وفتشوا الذين تنبأوا عن النعمة التي صارت فيكم، وبحثوا عن الزمن الذي تكلم فيه روح المسيح فيهم، إذ طبق فشهد على ألام المسيح والأمجاد الآتية بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم كانوا يعملون، بل جعلوا نفوسهم لكم خداما بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبرة قسيس. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب والشيوخ، إن كنا نحن اليوم ندان لعمل حسن إلى إنسان ضعيف، بماذا شفي هذا؟
فليكن الأمر ظاهرا عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري، هذا الذي صلبتموه، هذا الذي أقامه الله من الأموات، بذلك وقف هذا أمامكم صحيحا. هذا هو الحجر الذي رزل منكم أيها البناؤون، وهذا صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غيره الخلاص، ولا اسم آخر تحت السماء قد أعطي للناس الذي به ينبغي أن يخلصوا. ولما نظروا مجاهرة بطرس ويوحنا وعلموا أنهما رجلان لا يعرفان الكتابة وأنهما عاميان، تعجبوا، وكانوا يعرفونهما أنهما كان مع يسوع. وإذ كانوا ينظرون الإنسان الآخر الذي شفي واقفا معهما لم يمكنهم أن يناقضوا بشيء، فأمروا أن يخرجوهما خارج المجمع، وكانوا يتفاوضون مع بعضهم بعضا قائلين: ماذا نصنع بهذين الرجلين؟ لأن الآية التي جرت بأيديهما ظاهرة، وقد علم كل الذين يسكنون أورشليم، ولا نقدر أن ننكر. ولكن لئلا يشيع الأمر بزيادة في الشعب، لنهددهما أن لا يكلم أحدا من الناس بهذا الاسم. فاستدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 18 توت، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. النهاردة الكنيسة تعيد بتذكار اليوم الثاني لعيد الصليب المجيد، ويصلى بالطقس الفريحي الشعانيني بدون الصوم الانقطاعي لو وافق الأربع أو الجمعة. بركة الصليب المجيد تكون معانا. آمين. وكمان زي النهاردة استشهد القديس بروفوريوس، كان وثني وبيشتغل ممثل في الملاهي، يعني زي البلياتشو، وبيضحك الناس. وفي يوم الإمبراطور يوليانوس الوثني الجاحد كان عامل حفلة كبيرة في عيد ميلاده، ودعا فيها عظماء البلد، وجاب بروفوريوس مع الناس اللي بيضحكوا في الملاهي، وطلب منه يستهزأ بالمسيحيين ويمثل العبادة والطقوس بتاعتهم. ولما وصل لتمثيل طقس المعمودية خلع ملابسه ورشم علامة الصليب على المية، وشاف فيها نور عجيب، فغطس فيها 3 مرات وطلع لبس ملابسه وقال: أنا مسيحي. الناس افتكروا إنه بيمثل، لكن بروفوريوس صرخ بصوت عالي وقال: حقيقي أنا مش بمثل، أنا بقيت مسيحي، أنا مسيحي. الناس الحاضرين استغربوا، والملك حاول يكون لطيف معاه ويوعده بحاجات كتير، لكنه رفض. ولما لقى مفيش فايدة أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته تكون معانا. أمين. وكمان زي النهاردة استشهد القديس استفانوس القس،
والقديسة نيكيتي بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. أرفعك يا إلهي وملكي وأبارك اسمك إلى أبد الأباد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى ظهر الداهرين. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. ولكني قلت لكم إنكم رأيتموني ولم تؤمنوا، كل ما أعطانيه أبي فإلي يقبلوا، ومن يقبل إلي لا أطرحه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لكي أعمل إرادتي بل إرادة من أرسلني، وهذه هي إرادة من أرسلني، أن كل من أعطاني لا أهلك أحدا منه بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي إرادة أبي، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وكانوا يقولون: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف، هذا الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول الآن إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يجذبه إلي الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فإنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من أبي وتعلم فهو آت إلي، ليس أن أحدا رأى الآب إلا الكائن من الله، وهذا هو الذي قد رأى الآب.